مساء الخير، كيفكم اليوم؟ اليوم أنا عملت لكم طبخة لذيذة. الكل يحب المكرونة، الصغار والكبار، بس هذه مختلفة، فيها خضار كثير وصحية وكريسبي وعجبتهم جدا جدا، مع صوص الجبنة. ما في أسهل منها بصراحة، ما تاخذ وقت. الوقت في التقطيع والتحضير. المواد كلها حكتبها لكم، لا تخافون. أول خطوة نسخن الموية، نحط فيها ملح طبعا، 3/4 علبة المكرونة تكفي، مكرونة ملونة نسلقها. في هالوقت نسخن زيت، صدور الدجاج مقطعة نقلبهم. أنا أحب دايما أقلب بملعقتين، ملعقتين مرة أسهل في العمل، بس يتغير لون الدجاج ما يحمر. لسه حنطبخه مرة ثانية، بس نبغى نتخلص من الريحة اللي فيه والزفرة والموية الزايدة. نقلبه بس يصير لونه أبيض، خلاص نشيله. لسه راح يطبخ، لا تخافون، هذا ما مو طبخ. نشيله، وهذه الموية كلها نكبها، نغسل القدر وننشف ونرجع. الحين نشوفون ايش هنعمل بعد ما شلنا هذه الموية. خلاص نكبها، القدر هنا غسلناه نشفناه، حطينا شوية زيت، نحط البصل شرايح نقلبه يذبل، يعني يصير لين بس ما يتغير لونه، ما يحتاج يتغير لونه. احنا نبغى البصل يكون شوية حلو يعني مو دايب. الدجاج اللي شلناه نرجعه الحين. الحين الدجاج نقعد نقلب فيه، حيسوي اكثر مع البصل. نحط ثوم، الثوم تودي كل الريحة من الدجاج. نحط البهارات، فلفل احمر مجروش، فلفل اسود، كمون، كزبرة، اوريجانو، هذا الفلفل الاحمر مجروش والفلفل الاسود. نقلبهم، الفلفل حسب الرغبة ممكن تزيدون. أنا بعدين ترزت البهارات، لأن المكرونة تمتص كثير بهارات لما نخلطها. نرجع الحين نحط الملح ونقلب، نخليه يتشرب الملح. نحط الجزر أول شيء، لأن الجزر يطول في الطبخ. بعد ما نحط الجزر نخليه 5 دقايق، نحط باقي الخضار كلها، الفليفلة الملونة، الفلفل الأخضر الحار، البطاطس مقطعة. نقلبهم، نغطي القدر ونخليهم حوالي 7 دقايق على نار هادئة، يعني حيستوون، حيكون مرة حلوين. نغطيهم نخليهم على النار، نار مو مرة هادئة. في قدر ثاني نسخن علبة كريمة خفق سايلة، نحط أنواع الأجبان، الموزاريلا والأشقوان والبارميزان، بس يسيحون شوية. نبغى نعمل صوص الجبن، بس يسيحون مع الكريمة نحط الكركم. الكركم يعطي لون ويعطي طعم مرة حلو، لون جميل للصوص الجبنة. خلاص هي هذه. بعدين راح نغرف المكرونة ونعمل هذه الكريمة خطوط فوقها، تعطيها طعم وتعطيها شكل. هنا نرجع المكرونة المسلوقة، نخلطها مع الخضار، استوت الخضار، نقلبهم عشان ياخذون الريحة من بعض، على نار خفيفة 5 دقايق مغطية. وخلص نغرف المكرونة، يعني بصراحة جدا طعمها لذيذ، شايفينها؟ أنا حطيتها في الصحن الأحمر عشان يبين جمال الألوان فيها، ألوان الفليفلة بألوانها والخضار جدا لذيذة بالبطاطس. نشوفكم على خير، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.